لا يكتفي النظام الايراني بالرصاص والاعتقال لاسكات اصوات المتظاهرين في الاحواز بل يعمل ايضا على الا لا تصل تلك الاصوات للعالم الخارجي بقطع خدمات الانترنت عنهم الاحتجاجات على نقص المياه تتمدد كل يوم في جميع مدن خوزستان جنوب غربي إيران وتظهر مدى غضب ومعاناة الأحواز رغم شح الصور فالنظام لجأ إلى أسلوبه التقليدي في مواجهة الأزمات بالتستر عليها عبر قطع الإنترنت والتشويش على شبكة الهواتف النقالة إجراءات يراها بعض المراقبين بأنها محاولة يائسة للسلطات للسيطرة على المظاهرات بالحد من قدرة السكان على التواصل فيما بينهم والدعوة أيضا للخروج إلى الشوارع وفي الوقت نفسه أيضا إخفاء الجرائم التي يتم ارتكابها بحق المتظاهرين من قمع وقتل ومنعها من الوصول لشبكات الأخبار العالمية خاصة وأن التأثير على الاتصالات في شبكة الهواتف النقالة لا يمكن التحايل عليه باستخدام الشبكات الافتراضية الخاصة VPN أسلوب ليس بالجديد على النظام بل بدأ فيه منذ الاحتجاجات التي أعقبت انتخابات الرئاسة في عام 2009 حين أغلقت عددا من مواقع التواصل الاجتماعي ومنذ احتجاجات عامي 2017 و2018 أيضا منعت تطبيقات مثل انستغرام او ايضا عن المواطنين الايرانيين واوقفت السلطات الانترنت بشكل كامل في البلاد في نوفمبر 2019 وخلال الاحتجاجات طبعا على اسعار البنزين انذاك واعلنت الداخليه ان حجم الانترنت لصالح الشعب الايراني